السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. قبل الدخول في التفاصيل نود التنويه هنا مشاهدينا الكرام إلى أن تردد قناة الرافدين الجديد كما هو ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم هو 10727 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. نبدأ من الفقرة الأولى من المقاطع المتداولة في حلقتنا لهذا اليوم، حيث أطلق ناشطون واسم البصرة تقمع بعد أن اقتحمت القوات الحكومية والميليشيات ساحة الاعتصام في مدينة البصرة ليلة أمس وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المعتصمين في الساحة. وأفاد ناشطون في الساحة أن قوات مكافحة الشغب أحرقت خيام المعتصمين وصور الشهداء في ساحة الاعتصام، بينما أطلق مسلحو الميليشيات الرصاص الحي صوب المتظاهرين قرب ساحة الاعتصام لإجبارهم على المغادرة. دعونا نستمع الآن مشاهدينا الكرام لشهادات المتظاهرين حول وجود مسلحين يرتدون الزي المدني بدعم من القوات الحكومية وهم يهاجمون المتظاهرين بالرصاص الحي قرب ساحة اعتصام البصرة، فلنشاهد. رمي الرصاص الحي على المتظاهرين. هذا لابس مدني وعنده مسدس. لابس مدني وعنده مسدس. ترلك منك ترلك. نبقى في هذا الإطار ونتابع في المقطع التالي المتظاهرين وهم يؤكدون أن القوات الحكومية والميليشيات اقتحمت ساحة اعتصام البصرة وأطلقت الرصاصة على المتظاهرين، فلنشاهد. حرق قيم ساحة اعتصام البصرة من قبل قوات فض الشغب. متظاهري البصرة يحاولون ردعهم. الله أكبر يا عالم. 31/10/2020. طبعا وردت تغريدات على موقع تويتر حول وسم البصرة تقمع، تفاعل المغردون العراقيون حول هذا الوسم. دعونا نقرأ لحضراتكم جزءا من هذه التغريدات. أحمد فوزي يقول: العيداني شنو الفرق بينه وبين الكاظمي؟ يتساءل الأول ويجيب: ذيل معروف. الثاني: ذيل خادم أعوج ولوقي لسيد المقاولة. البصرة تقمع حاليا على أيديهم بس، على أيدهم بس، الثورة مستمرة ولن تنتهي. في تغريدة من زهراء تقول: قمعكم ما راح يجيب نتيجة، إرهابكم ما راح يجيب نتيجة، فسادكم من بعد تشرين ما راح يبقى. تتفهمون هالجمل شنو معناهن؟ تتساءل. في تغريدة أخرى أيضا من علي الحمداوي يقول: البصرة تقمع كما قمعتها حكومة عبد المهدي، الكاظمي ذيل الأحزاب. وعلي يقول: البصرة تقمع، مسلسل الإجرام من قبل محافظ البصرة مستمر منذ انتفاضة 2018 لهذا الوقت. أطلق خريجو كليات الهندسة في العراق وسم: غدا ينتفض مهندسو النقابة للمطالبة بحقهم في التعيين، وقد تظاهر المهندسون اليوم أمام نقابة المهندسين في بغداد. دعونا نشاهد خريجي كليات الهندسة وهم ينظمون مسيرة حاشدة قرب نقابة المهندسين في بغداد للمطالبة بالتعيينات، فلنشاهد. Thank you.
نتابع الآن مشاهدينا الكرام عددا من المصابين من المهندسين المتظاهرين أمام نقابة المهندسين في بغداد بعد اعتداء القوات الحكومية عليهم، فلنشاهد. وين صاحبنا وين زميلنا؟ شوف من رخصتك ضربوا على راسه. هاي المهندس العراقي، هاي تاريخ التعب بالعراق ينقلب هنا. المهندس العراقي، المهندس العراقي فتح راسه، فتح راسه. هذا المهندس العراقي. لنقرأ جزء من التعليقات التي وردت حول وسم غدا ينتفض مهندسو النقابة على تويتر. في أول تغريدة لدينا من رسل تقول: صامدين ثابتين مرابطين لحين تحقيق المطالب أو مطلبنا. في تغريدة من نور نورس تقول: كفاحنا مستمر ومطلبنا التعيين. وضمن التغريدات كذلك من سالي تقول: رغم ما حل بنا من صعاب وظروف قاهرة، لكن سنبقى مطالبين لحقوقنا حتى نحصل على ما نريد. وفي آخر التغريدات من فاطمة تقول: الله على الظالم، أنا مهندس، أنا مهندسة، ناخذ حقنا، يعني ناخذة، باقين ما حد يقدر يهبط عزيمتنا. إذن كانت هذه جزء من التغريدات التي وردت حول هذا الوسم. ننتقل بكم إلى موضوع آخر، حيث أغلق متظاهرو محافظة ذي قار مبنى ديوان المحافظة وطالبوا باستقالة المحافظ وأعضاء المجلس بسبب الفساد المالي وتردي الواقع الخدمي. دعونا نشاهد. صدق الله العلي العظيم، بعد استلام محافظ ذي قار نامل الوالي ومن معه لإدارة الحكومة المحلية، ونحن نراقب عملهم، وللأسف الشديد نلاحظ ازدياد الفساد المالي والإداري والخضوع لأحزاب السلطة وعدم القدرة على إنقاذ المحافظة. وبدورنا كثوار ساحة الحبوبي والأمانة التي حملناها على عاتقنا من أبناء ذي قار كافة، من هنا نعلن قلق ديوان محافظة ذي قار بالتعاون مع شيوخ العشائر وعدم فتحه لحين استبدال المحافظ ناظم الوائلي وحكومته بالكامل من نواب ومستشارين ومعاونين، ونرمي الكرة في ملعب الحكومة المركزية على اختيار الأشخاص لإدارة المحافظة. وأي خطأ حاصل تتحمل الحكومة المركزية الرحمة والمغفرة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى. عاش العراق! نبقى في محافظة ذي قار، حيث قطع أهالي مناطق خلف الطريق السريع في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار الطريق بالإطارات المشتعلة بسبب غياب الخدمات، فلنشاهد. طبعا من المعيب احنا ب 2020 نطالب بالتبليغ. المنطقة تفتقر لأبسط الخدمات، نفايات ترستنا ما ادري وين وصلت، ماي ماكو، ينقطع يومين وثلاثة، الله وكيلك الحير بأبسط الأمور بالنسبة للماء. زين هسه التبليط يعني مثلا ماكو، شنو يقولون مثلا ماكو فلوس ما تخصصت للناصرية، مثلا ال 50 مليار مو ذا اكو يعني مال الكاظم وين راحت؟ زين اسوة باقي المناطق ليش احنا مو اذا ليش احنا هاي المنطقه منسيه ما حد يعرفها اصلا؟ هسه بتقول انت من وراء من هاي المنطقه من حي الغدير، هذا الحي الغدير هاي الخلف السريع قرب العلوه ما تنذكر بالخريطه ما موجوده، شنو مثلا يعني نريد الحد شنو؟ هسه احنا طالعين حالنا حال المناطق الباقيه، نريد يسوون لنا حل، نريد تبليط، نريد الشوارع نظيفه، نريد شو اسمه. هسه احنا الله وكيلك نقول لك حاله، يعني احنا العام انا واحد من العالم والدتي مريضه يلا ما حاشيتوه الشتوه كلها ما قادرين ناخذ الاطر. هناك تعليقات وردت حول هذه المقاطع على فيسبوك، دعونا نقرا لحضراتكم جزءا من ما ورد. في أول تعليق لدينا من حسين الركابي يقول: أبطال والله، ربي يحفظكم وينصركم.
لينا تقول 14 سنة إيش قدمت أو إيش قدمت للناصرية وأنت تابع للإصلاح وأين إصلاحكم؟ تتساءل أو تسأل محافظ ذيقار. سلام حامد يقول عاصمة الثورة أبطال الناصرية ربي يحفظكم. وفي آخر التعليقات من قاسم الجبوري يقول والله أبطال والله والله الله ينصركم على الفاسدين. كانت هذه أيضا كما قلنا جزءا من التعليقات التي وردت ضمن مسلسل الإهمال الحكومي للقطاع الصحي في العراق. دعونا نشاهد الآن مشاهدينا الكرام حال قسم الكلى الصناعية في مستشفى الديوانية التعليمي وكيف أنه يعاني من الإهمال الحكومي. فنشاهد هذه اللقطات. هذه صور كما تتابعون الآن مشاهدينا الكرام تظهر الإهمال في قسم الكلى الصناعية. كما نتابع هذه الصور لا تمثل مستشفى حتى، لا تمثل مستوصف في قرية نائية. يفترض أن يتمتع القطاع الصحي بالاهتمام، لكن في العراق الأمور تختلف تماما وهذا هو الحال. سلات المهملات في وسط الأقسام المعنية بالمرضى. لا نعلم أين المليارات التي أنفقت على القطاع الصحي في العراق، أين ذهبت، من الذي استخدمها وكيف استخدمها، لكن هذه هي النتيجة بعد 17 سنة من الاحتلال. دعونا نقرأ التعليقات التي وردت أو جزءا من هذه التعليقات على فيسبوك. في أول تعليق من سامان يقول هاي الدائرة يسيطر عليها جماعة مقتدى والمقاولين التابعين لأنصار الربيعي أو لنصار الربيعي ومنهم معتز الأعوج. في تعليق من رفل تقول أكثر قسم حساس ولازم يكون قمة بالنظافة لأن هاي أرواح ناس وممكن تموت يا بشر، حسبي الله ونعم الوكيل على كل واحد يستلم راتب وما يؤدي عمله بشكل صحيح. في تعليق من ليث يقول الله يكون بعون المريض اللي نام بهيج مستشفيات والصاحي من يشوف هاي القذارة يتمرض. هاي وزارة الصحة كلها بيد الأحزاب الإسلامية من سنة 2003 ولحد هذا اليوم. وفي آخر التعليقات من بهاء يقول خصصتوا مليارات على الصحة وكلها بوق ونهب من عديل حمود جماعة المالكي لجماعة ربع الله، لا ذمة ولا ضمير، الإنسانية ماتت ويدعون أنفسهم أحزاب إسلامية، الله بالمرصاد ونعم بالله. نراكم بعد قليل مشاهدينا الكرام مع فقرة أنت ترى. وردنا عبر خدمة أنت ترى التي تقدمها قناة رافدين للمشاهدين الكرام مقطع لموظفي الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات في ناحية الإسكندرية شمالية بابل، وهم يدعون رئاسة الوزراء ووزراء الصناعة ووزارة الصناعة والمعادن للتدخل لتسويق منتجاتهم من السيارات والشاحنات وغيرها، مؤكدين أن منتج الشركة يضاهي المناشئ العالمية وهناك وفرة في الشركة، لكن وزارات الدولة تترك المنتج المحلي وتتجه لإبرام العقود مع شركات من دول مختلفة، مطالبين بتعاون الوزارات مع الشركة وذلك لدعم المنتج الوطني. دعونا نشاهد. باسمي وباسم كافة منتسبي الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات بجميع عناوينهم المحترمة دعوة إلى السيد معالي وزير الصناعة والمعادن الأستاذ منهل الخباز لزيارة الشركة والاطلاع على إمكانيتها والاطلاع على خطوطها الإنتاجية. تعتبر الشركة من أرقى شركات وزارة الصناعة والمعادن ولديها إمكانية في المنتجات، بالإضافة إلى أن نشوف أن حل لتسويق منتجنا مع مؤسسات الدولة ولمخاطبة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في هذه الفترة. عندنا إنتاج الآن في المخازن بحدود 538 شاحنة وموجودة جاهزة للبيع لكل دوائر الدولة، وأيضا فتحنا البيع لدوائر الدولة بالبيع بالقسط وفاتحنا مجلس الوزراء لغرض مفاتحة دوائر الدولة، ولحد الآن ما إجانا أي عرض علما أنه شاحناتنا من مناشئ رصينة. المصنع يعد من أحد المصانع اللي تابع للشركة العامة صناعة السيارات والمعدات اللي تابع لوزارة الصناعة والمعادن الحكومية وليس الأهلية، ويعد من أربع معامل في الوطن العربي، زين من أهم أربع مصانع في الوطن العربي.
يعني بعد ما نعرف اللي يعني شنو اللي يريدونه من هذه الـ 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 الشركه بحيث تسوي مناشة عالمية، سيارات رصينة. لماذا هذا الإهمال من السياسيين أو من الحكومة المركزية؟ الله أعلم. أهلا بكم من جديد. الآن مع فقرة الخبر المزيف، حيث انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرفق بعنوان من أمام منزل الرئيس الفرنسي ماكرون. الحقيقة من المقطع الذي ستشاهدونه الآن هو هذا الفيديو تم تسجيله في بداية هذا العام في ألمانيا، وتحديدا في مدينة هامبورغ، حيث شهدت تظاهرة تنديدا بالقمع الذي يتعرض له المسلمون الإيغور في الصين. وقالت السلطات الألمانية وقتها إن التظاهرة كانت من تنظيم إسلاميين تحت اسم جيل الإسلام. دعونا نشاهد. في فقرة صندوق الوارد لدينا رسالة وردت عبر صندوق بريد قناة الرافدين. دعونا نقرأ لحضراتكم هذه الرسالة. الرسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرجى إيصال صوتنا إلى محافظ كركوك اليوم. اليوم جاءنا مقاول يريد أن يهدم بيوتنا، نحن من أهالي حي العروبة، أكثر من 300 بيت. يا أخي الناس تعبانة، وين تروح؟ أتمنى توصيل صوتنا للجهات المعنية، بالإضافة إلى أن جميع هذه العائلات نفوسهم من مدينة كركوك، ولكم جزيل الشكر. دائما مشاهدينا الكرام تأتينا طبعا رسائل ومناشدات عبر منصتنا أو منصاتنا الإلكترونية بشكل عام، وبإمكانكم أن ترسلوا لنا ما ترغبون لعرضه. نراكم بعد قليل. الآن مع فقرة الهاشتاج. أطلق ناشطون على موقع تويتر وسم يسقط الكاظمي ذيل الأحزاب على موقع تويتر في العراق، وذلك على خلفية تجريف خيام الاعتصام في ساحة التحرير في بغداد من قبل القوات الحكومية، وفتح جسر الجمهورية، واعتقال عدد من الناشطين والمتظاهرين. دعونا نقرأ لحضراتكم جزءا من التغريدات التي وردت حول هذا الوسم. أيمن حميد يقول: ما تقدرون ترجعون الحياة لطبيعتها، لأن الحياة مو طبيعية بالعراق. المظاهرات هي الحالة الوحيدة الطبيعية بهذا البلد المنكوب، وما تقدرون تغسلون ساحة التحرير بالمي، لأن الأبطال غسلوها بدمهم الطاهر وصارت أنظف من أنظف واحد بالمنطقة الخضراء. في تغريدة من غزوان يقول: ما ترفعه الجرافة ليست أنقاضا، بل تاريخ شعب وقصص ضحايا كتبت قبل عام في تشرين وما زالت تكتب. تغريدة من وسام يقول: ما حصل اليوم بالتحرير لا يمكن السكوت عليه، وعلى أحرار المحافظات الاستعداد بتظاهرات مطالبة برحيله كسابقه، واختيار بديل يلبي طموحاتنا، لأنه ثبت وبالدليل إعلامي فقط افتعل ويفتعل الأزمات وزاد المعاناة والقمع، وأخرها الاعتداء على إخواننا بعد أن نظموا صفوفهم. من عبيدة يقول: يوم حزين جدا، تفتح التحرير ولم يحاسب أي قاتل، الجميع كانت أمنياتهم أن تفتح التحرير بعد القصاص من القتلة وتحقيق مطالب الشهداء.
كانت هذه جزءا من التغريدات التي وردت حول هذا الوسم مشاهدينا الكرام، نراكم بعد قليل. في فقرة القصص المنوعة دعونا نشاهد مع حضراتكم الآن مشاهدينا الكرام ماذا قال مستشار الرئيس الجزائري لشؤون التاريخ عبد المجيد شيخي عن تاريخ فرنسا الاستعماري، فلنشاهد. دفع الرئيس رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو دافع عن الإسلام حينما قال في كلمة له: الإرهابيون لا يمثلون الإسلام، في ظل الاتهامات الفرنسية ومحاولة تشويه صورة الإسلام والمسلمين. دعونا نشاهد. First of all, let me say the terrorist attacks in France absolutely unacceptable. They were heinous criminal acts. Unjustifiable by any circumstances and an affront to all of our values. We stand with everyone around the world in condemning this unacceptable violence. The criminals, the terrorists, the cold-blooded murderers who perpetrated these attacks do not represent Islam. They do not get to define Muslims in Canada, in France, or anywhere around the world. أيضا نتابع الآن في مقطع آخر، نتابع وقفة حاشدة من المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة بعد صلاة الجمعة يوم أمس، وذلك نصرة للرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا للتصحيح أول أمس وليس أمس. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا. قبل الختام نذكر أن تردد قناة رافدين الجديد هو 10727 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. نراكم على خير بإذن الله.